أبو العربانة أو كما يطلق عليه بالعربنشي مهنة اتخذها فقراء بغداد وسيلة لكسب قوتهم اليومي بأجور زهيدة مقابل جهد كبير تنقل البضائع من مخازن التجار إلى وسائل النقل وسط العاصمة بغداد. يبدأ عملهم منذ بزوق شمس الصباح وينتهي عند غسق الليل، هكذا هو يوم أصحاب العربات وعمال نقل البضائع في مراكز بغداد التجارية، جهد كبير مقابل أجر لا يتناسب وغلاء المعيشة في العاصمة، مهنة شاقة لكنها عند ممتهنيها خير من البطالة المهلكة. أنا أقعد ساعة بالخمسة زين الصبح، أوصل بالستة ستة ونص هنا زين، أشتغل ويا تاجر زين، يعني تقريبا ما يقارب يومي أطلع لي 20 15 17 18، بس زاد يعني أنا عندي 2 جهال مزوج وقاعد إيجار زين، إيجاري 250 زين، ما عدا المعيشة زين، تعرف الأطفال يعني يحتاجون معيشة، يعني يحتاج حليب حفاضة، يحتاج مصرف، يحتاج ناقصة زايدة، البيت يحتاج. من الخمسة أطلع العلوة، أجيب من العلوة بثمانية بالسبعة وأضل أفتح للمغرب للي النوبات، شغل تعبان مثل قبل. عملهم يعتمد بالدرجة الأساس على الحركة التجارية وقوة التبادل التجاري، فما إن تحدث أزمة أو انتكاسة في السوق سرعان ما يتضرر ممتهنو نقل البضائع حملا، أجرهم على قدر عملهم والتي تحتسب باليوم الواحد وعلى عدد ما ينقلوه من بضائع. قبل نستفاد هسه لا، يعني هاي العربانة سحبت 5000 دينار أربع شلفات نزلها من الطابق الرابع وتجيب تسحبها للنقلية 5000 دينار، قبل لا تختلف الوضعية، هسه قمنا ما نستفاد. أودي البضاعة على السوق، هي البضاعة تطلع ب1500، يجمع بعدين العمال تجمع عليها، شوف الجزء 10000 نوبات 25 نوبات 15 مو مساوية. مهنة شاقة تحتاج إلى جهد وطاقة، الحاجة الماسة لإيجاد قوت اليوم تذلل الصعوبات وتقلل مشاق العمل على أصحاب العربات، خصوصا وأن العراق مر بظروف اقتصادية صعبة. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.